سيست توحيد كي إيمانك هي أخلاق دي إسلام كولها نيكا مؤذن كامركو إيراما يبو رسولكو يري شيدانكو قفك وكبحا لحية وان ميلبو سيست عدا سوى حاجة دم النقص كسي دينا يا مركو مؤذن كو إيرانك دم ينا وصولا ما قفك عيو صوغلا إقامة دم مركا لقود فتنا شيدانكو وبح صدا مركا إقامة دم ماتنا قفك صوغلا صلاة دي سيا قفك بكرا نحمرا وحيو إلا ويبو حسوسيا إلا قفك كجروا يوتو كريبا صلاة دوا فرد أذانك والسنة شيطانكم حن صلاة وجب حسنها ياهي وصنها وجب حسنها يا لأن أذانك ودعوة صلاة وعبادة ويان افهم المسألة ولا كي المسلم كوف فهم تكليتك بالداري سو كل ما تجلس عديقي مجتمع عقبة ودعوة ويان عمر من مر أبو النبي قولي توب شيطانة توك كله كسي وعدا لأن عمر صاحب الحق بها صاحب الحق شيدانكو كما عبسوني عبادة دي صلاة شيدانكو وحو كعبسوني وآذانك اللهم رب هذه الدعوة التامة لأن آذانك ودعوة دم يسترن ويان صدا درتي حدان دونينا إنا بدبانو فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء دعوة دم حاكرا لقوها ليا فساد كدعايا عقوبة إيمان يسنك داعيقا الدين تكشغايا ويبدبادايا إمام بخاري كتاب قصة وحكوصة ساري نبي عليه الصلاة والسلام يايري قريت با إلهي وصدر ملك سو هلاك با لغيري قريت دا سو هلاك ملك يمركو يمدي وحوار كنن صالح وعابدا أو إلهي سفي عن علاقه ولا لي مركاسو يا ربي يري قريت دانا دي قتري سو هلاك أدون صالح وعابدا كجري واسدي إلهي يحيري فابدأ به عذابك حقي سكبلاب لم يتعمر وجهه ساعة فيا بدك عنك يا عاصنا يا غيرك عابدا يا معصية بحد بالنا يا هل مركلي وجهي سو كما دور صغلو كما مرغوني عقوبة دي عذابك حقي سكبلاب اللي يري ألا وصلوا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه فقد قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله محمد وأزواجه وأصحابه وأهل بيته الطاهرين الطيبين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرغنا من بعده تفرغا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا مضرودا ولا محروما اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك أمرتنا فتركنا نهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك يا أرحم الراحمين يا عزيز في ملكه ويا حكيم في صنعه ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله